في الجنوب الشرقي لمدينة مأرب وتحديدا في مديرية حريب يقدم مستشفى أهلي خيري خدمات طبية مجانية لمرتادي المستشفى وبأجهزة حديثة وكوادر متخصصة. المشفى الذي دشن أعماله قبل عقد ونصف بالمجان تدرج منذ البداية في إضافة الأقسام المتخصصة حسب الاحتياج والإمكانات. عشرات الحالات وأحيانا مئات الحالات يستقبلها المشفى بشكل يومي، وخصوصا أقسام أمراض القلب والغسيل الكلوي والكوليرا وقسم العمليات والجراحة، والتي تحول أغلبها من مستشفيات أخرى بالمحافظة والمحافظات المجاورة. المستشفى يتكون من عدة أقسام، أقسام الباطنة والنساء والولادة والأطفال وطوارئ، طوارئ رجال وطوارئ نساء، وقسم غسيل الكلوي، ونستقبل حالات الغسيل الكلوي من جميع المحافظات، وعندنا كذلك نستقبل حالات الطارئة، وكذلك المسافرين الذين يأتون من مسافرين من عدة محافظات ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويغادرون إلى المناطق الشمالية يمرون علينا ويكون لهم الغسيل طبعا مجانا 100%. يستقبل المشفى الخيري حالات متعددة من محافظة مأرب والنازحين إليها ومن المحافظات المجاورة والمسافرين الذين يمرون بالمحافظة، وكذا المهاجرين من القرن الأفريقي. هذه الاستعلامات تابعة للمستشفى تحتفظ بأكثر من 36 ألف ملف، أي أن هذا الملف يحتوي على فحوصات المريض وتاريخه المرضي ونوع العلاجات المعطاة له. طبعاً الإحصاء النصفي استقبل المستشفى خلال النصف الأول من عام 2017 إجمالي الحالات الجديدة والمتردة في جميع أقسام المستشفى بلغ 92,825 حالة. بجهود مضاعفة يعمل أطباء وموظفو مشفى محمد العطيري هنا، حيث تعلو وجوههم الابتسامة وهم يؤدون أعمالهم بشكل اعتيادي في مهمة لتخفيف الألم عن المرضى ومرافقيهم، حيث وفرت لهم إدارة المشفى مبنى خاصا للضيافة يحصلون فيه على خدمات كالإقامة والوجبات المجانية.